مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. من بين أهم المواضيع التي برزت في النقاش خلال حلقة الأسبوع الماضي من هذا البرنامج والتي خصصناها للدخول السياسي، موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. ما دفعنا لإدراج هذا الموضوع في هذه الحلقة الثانية من الموسم الجديد، حيث تتزامن مع تطورات في الملف الاجتماعي والجدل القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية، خاصة وأن موضوع التقاعد أصبح يحظى بأهمية كبرى في الشارع المغربي في الآونة الأخيرة كما سيتبين من خلال هذه الارتسامات. الإصلاحات اللي كديرها الحكومة في نظام التقاعد هي حلول ترقيعية، ليست حلول إيجابية. الحلول اللي هي خصها تكون وهو توظيف الشباب والزيادة في الاقتطاع. في الحقيقة هذه القضية ديال 65 تبقى اختيارية، اللي بغى يزيد يزيد، اللي خصهم يعطيو الناس الاختيار يختاروا إما يزيدوا إما، ولكن كاين بعض لا 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 المهن اللي صعيب عليهم أنه يستمر حتى 65 عام. قطاع التعليم مثلا، ومجتمع اللي بغى يستمر حتى 65 عام تيتصادع مع الدراري، الممرضين كذلك، البوليس كذلك، شوية قاصحة على بعض القطاعات. ما ضرينا في الحسن كان دابا 62 مزيانة، باش يساعدوا الصندوق شويه باش ينتعش. 62 ما كاين حتى مشكل، 62 لا زاد دكتور 62 يولي مشكله. انا بالنسبه لي اصلاحات كانت خاصها دار شحال هذه، لان المشكل ديال الانسان زعما ما يمكن في 60 عام تيكون باقي يمكن ليه يعطي، وبزاف ديال الناس اللي كانوا موظفين اللي بغاو يزيدوا عام عامين وما يمكن ما يمكن لهمش، دابا تحت لهم الفرصه. ولكن بالنسبه للناس العاطلين زعما ما غاديش يكون مناصب شغل بالنسبه للشباب، خاصهم يحركوا سميتو الاقتصاد باش يمكن الا ما لقاوش في الدوله يمكن لهم يخدموا في البريفي. وهذاك الشيء اللي داروا مشكورين عليه، الا ان كاين تخوفات، كاين تخوفات ربما هذا الشيء اللي ندير يكون كالشيء السابق ديالو، وشكون اللي المتضرر الوحيد وهو المواطن والمواطن البسيط. خص يكون اصلاح ماشي حسب الموظف، الموظف دابا يقصوا له من شكون اللي من يزيدوا في التقاعد ويحسبوا لي 2% ماشي زعما. بالنسبه لحنا الموظفين راه غادي نكونوا مضرين، اصلاح خص يكون جذري، خص يكون ماشي الطريقه ديال دابا بيصلحوا. هذا غير ترقيعي، لان ماشي هذا الاصلاح يكون ترقيعي. الاصلاح اللي خصو يكون شامل ويشمل جميع الصناديق، يكون التشاور مع النقابات ويشوفوا شي حل اللي ما يضر لا مواطن ولا حتى شي حد ولا الدوله، شي حل وسط، ماشي يجيو يتاخذوا شي قرار هكذاك بلا مشاورات. وهاد العمليه كنظن لا مفر منها، خص لابد تكون، غير خص ما تكونش على حساب المواطن وعلى حساب السالاري. وهاد العامل اللي بغى يزيدوا راه هي مزيانه، لأن الصناديق إلا كانت غتخوى من 2020 ولا 2019 من الأحسن يزيدوا ديك العامين ويبقى يقطعوا للناس باش يلقاو كيفاش يخلصوهم، وإلا راه هذا المشكل غيتفاقم إلى وصلت 2020. أخويا اش هذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح مؤسف بزاف، لأن ما يمكنش الصناديق توقع في أزمة. منين جات هذه الأزمة؟ كيفاش تخلقت هذه الأزمة؟ والموظف يضحي، وبالاخص هاد الموظفين دابا اللي مقبلين على التقاعد ديال الخمسينيات وديال فهمتي، هادوك ضحاو في الاداره وعطاو، وكاين اللي دخل بواحد الاطار ضعيف فهمتي، واشتغل سنوات 38 سنه 40 سنه باش قد وضعيته باش يخرج بواحد التقاعد مريح. وما ينساوش بان راه المتقاعد راه كيعيل اسره كامله. كاين المتقاعد اللي ما كتلقى حتى واحد عنده خدام، كيفاش بغاو يخدم شي ملف هو في البيرو جالس عنده 65 عام؟ انا في نظري اللي كيقول هاد 65 عام سيعمل اعاده النظر في هذا الملف هذا. لان القضيه هي اصلاح انظمه التقاعد، والاراء اراء كل من الساده محمد مبديع الوزير المتدرب المكلف بالوظيفه العموميه وتحديث الاداره. مساء الخير، مرحبا بك. شكرا. تعليق على هذه الارتسامات او حول الموضوع؟ اولا شكرا على استضافتي لهذا البرنامج، غتكون ان شاء الله فرصه لتوضيح من الراي العام، الاشكاليه ديال التقاعد من بين الاوراش الكبرى اللي رسمتها الحكومه الحاليه في اطار الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي والاصلاحات اللي برمجتها الحكومه
فهاد القضيه ديال التقاعد كتهم كل الفئات العمريه، كتهم ويعني فئات عريضه من المجتمع المغربي. اكيد ان هناك انتظارات، ان هناك انشغالات، ان هناك تخوفات. فهاد المشكل هذا بكل شجاعه وبكل مسؤوليه خذته الحكومه كاولويه من الاولويات الكبرى. الاشكاليه ديال التقاعد محطوطه وبدات كتبان المعالم ديال العجز ديال الصناديق ديال المنظومه ديال التقاعد بصفه عامه منذ سنه 2000، وتاسست لها جميع الاليات ديال الحوار وديال التمحص وديال الدراسات وديال التشاور، سواء المؤسسات العموميه سواء النقابات او المجتمع المدني او يعني مكاتب دراسات دوليه او مؤسسات دوليه، كلها خلصت الى ضروره الاصلاح. اليوم منظومه التقاعد في وضعيه صعبه، وأصعب منها وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. أي تأخر سيعقد المشكل وسيصعب أكثر الحل، ولا يكون إلا تأجيل الأزمة. الحكومة نزولا عند انشغالاتها ومسؤوليتها، مسؤوليتها لضمان حقوق المأجورين، الموظفين، المتقاعدين والأجيال التي ستتقاعد. اليوم صفارة إنذار دقت، لا يمكن أن نؤجل هذا الإصلاح إلى إلى وقت آخر كما عملت حكومات أخرى. نعم، إذا ما هذا سيدي الوزير ما سنأتي إليه بعد أن نقدم باقي الضيوف. سي محمد الحيتوم، نرحب بك لأول مرة تشارك معنا، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل. مساء الخير. شكرا. مساء الخير. تعليق على الموضوع حول هذه الارتسامات. طبيعة الحال كما لاحظوا المشاهدين الكرام، فالاهتمام ديال الشارع هو حول التقاعد متفرق، ولكن كيتلاقى كله في مسألة واحدة وهو التخوف، والتخوف الكبير من هذا الإصلاح المقياسي. نلاحظ أن المستوى وفطنة المواطنين هي تفوق بكثير التصورات الحكومية. لماذا؟ لأن تصورات المواطنين تذهب في اتجاه الإصلاح، وهذا يتلاقى مع نظرتنا في المركزيات النقابية وفي الاتحاد المغربي للشغل، أننا نريد الإصلاح، وقلناها منذ التسعينيات، ونحن نطالب بإصلاح حقيقي، لأن المشكل الأساسي هو في التصنيف الذي يصنف فيه المغرب بأنه من أضعف الدول في شمال إفريقيا وفي البلدان العربية فيما يخص نقطة الحماية الاجتماعية. 33% فقط من الساكنة النشطة هي اللي كيشملها الحماية الاجتماعية، وهذا مشكل حقيقي، هذا هو جوهر المشكل. عندنا 6 ملايين خارج كل حماية اجتماعية. أما المشكل الثاني هو عدم الانسجام في بين هذه الأنظمة، وكذلك يعني تعددها ولكل إطارها القانوني، وهذا ما سنأتي عليه ونطوره ونفسر اقتراحات البديلة التي تضمن الحقوق والمكتسبات وتعالج مشكل الديمومة وتعالج المشكل المالي كذلك. شكرا لك. نرحب أيضا من جانب الأغلبية الحكومية سي أنس توكالي، نائب برلماني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وشكرا على اختيار هذا الموضوع أساسي بالنسبة لنا حزب التقدم والاشتراكية. هذا ملف اجتماعي يعني بالأساس، ملف اجتماعي مهم، والارتسامات اللي جات الان بينات بانه مستوى الوعي مرتفع عند المواطن. هناك من يتخوف، لكن هناك من يقول ليس هناك مجال للانتظار، يعني اصلاح ضروري، اصلاح حتمي لا مفر منه. بطبيعه الحال مواطنين وجزء من هذه الساكنه النشيطه السي حيتم تكلم عليها، جزء كتخوف على ربما تراجع بعض المكاسب. نحن في حزب التقدم والاشتراكية لدينا منظور شمولي لهذا الإصلاح، دافعنا عليه في إطار البرنامج الحكومي، وندافع عليه الآن عند إخراج هذا ربما المسلسل الأول من الإصلاح. ولكن لا مفر، الإصلاح تأخر، كان من الممكن، والدراسات يعني الاكتوارية واللجنة الوطنية واللجنة التقنية يعني بينات مدى الاختلالات وبينات انه خص يعني انطلاق في الاصلاح. حكومات سابقه لم تتجرأ
هذا ملف ساخن، ولكن خصنا نتناولوه بكل مسؤولية، وفيه أفكار وفيه تشاور وفيه حوار، خصو يكون مفتوح. ورش هو إصلاح، هو ورش مفتوح. نعم. ليس لن يكون هناك يعني اقتراحات. شكرا لك، نرحب بالسيد عبد الحميد فاتحي، مستشار برلماني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مساء الخير. شكرا، تحية للحضور، تحية للسيدات والسادة المشاهدين. أسمح لي في البداية أن أوجه تحية التقدير والاعتزاز لكل الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، على إحيائها اليوم عرس نضالي حقيقي من خلال الإضراب الناجح لهذا اليوم اللي دعت له مركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة لمركزيات أخرى من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل. ما يتعلق بالموضوع، حسب التدخلات التي شاهدناها الآن، 80% من التدخلات تتناقض مع الرؤية الحكومية، تطالب بإصلاح شامل، تطالب بإشراك النقابات، تطالب بأن لا يكون على حساب المواطن، تطالب بأن أصل الأزمة ليس هو الموظف، وكذلك هناك من يقول أن الأمر يجب أن يكون اختياري وأن هذه حلول ترقيعية. وبالتالي هذه العينة التي شاهدتها هي دليل قاطع على الاختيار الحكومي فيما يتعلق، أتحدث بمرسوم القانون وما يتعلق بمشروعي القانونين اللذين أحلتهما الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا أتحدث عن العمل اللي قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. وبالتالي أنا مع المواطنين اللي تحدثوا الآن وعبروا بصدق على رؤيتنا للإصلاح. شكرا لكم سيد الوزير. حلقة اليوم تتزامن كيف قال السي فتحي مع الإضراب الذي خاضته اليوم بعض المركزيات النقابية، ما هو تعليقكم على الإضراب وعلى الأرقام أو نسبة المشاركة فيه من جانب الحكومة؟ لأن إضراب تكفلوا الدستور الحق في دولة، الحق والقانون في دولة حرية الرأي. مركزيات النقابية بعضها قام بإضراب، هذا يعني تهمه اللي تهم أساسا في هذا الإضراب هذا، وهي أن جميع مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والإدارات كانت يعني تسير بشكل عادي جدا، أن جميع الخدمات تقدمت للمواطنين والمؤسسات في ظروف جيدة، نسبة المشاركة أو عدم نسبة المشاركة. أنا كنت سأل السيدات والسادة الكرام حول جدوى هذا الإضراب، نحن اليوم في نقاش، نحن اليوم نعالج إشكالية حظيت بأهمية كبرى منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، من طرف لجان متعددة، من طرف مؤسسات خلقت لها جميع الآليات التمحيصية والدراسية والتقريرية المفصلة، وكلها أفضت إلى معالجة هذه الإشكالية. علاش غنديروا الإضراب؟ واش حنا بغينا نعالجوا واحد الإشكالية ما قدرش عليها حتى شي واحد قبل، تيأجلها وملي تيأجلها تيزيد يأزمها ويعقدها ويصعبها. واليوم خدينا بكل شجاعة وبكل صدق وبكل إيمان أننا بغينا نعالجوا هذه الإشكالية هذه باش نحافظوا على الخدمات ونضمنوا الحقوق لا ديال يعني الناس المنخرطين، سواء كانوا الآن متقاعدين أو لا زالوا يمارسون أو الأجيال القادمة. تنوضوا نديروا الإضراب، ما خصنا شيء، نبخسوا هذا العمل ونديروا فيه شوية ديال الديموغجية والسياسوية. هذا ورش تاع الجميع ومفتوح للجميع، ودامت فيه النقاش أكثر من 15 سنة، وشاركوا فيه النقابات والمؤسسات. والآن هي حكومة إصلاح، حكومة أوراش، حكومة انتقال، نتطابق مع أنفسنا، مع برنامجنا، مع انشغالاتنا، مع تصوراتنا، نطلب أو ننادي إلى الإضراب. اليوم حنا درنا واحد تصور شفنا فيه جميع الإمكانيات اللي يمكن تعطينا واحد نقضوا أو نأجلوا الأزمة ديال الصندوق
وعلى الاقل واحد التمثيل، لان غادي بدينا دابا يعني نستعملوا في الاحتياطات اللي غادي تكمل في 2022 الى درنا بهذه الاصلاحات او مشروع الاصلاحات اللي هي محل نقاش، محل يعني محل دراسه. والان ملي يعني اقترحنا المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذا ايمانا من الحكومه بتوسيع النقاش، توسيع النقاش لواحد المؤسسه دستوريه تعطينا رايها، وملي تجي هذه المؤسسه تعطينا الراي ديالها غادي نرجعوا للنقاش والحوار مع المؤسسات النقابيه اللي تهمنا حنايا، هي نتجوا واحد المشروع اللي في مصلحه المواطنين. هاد المواطنين اللي كيدافعوا عليهم النقابات، وكيفاش حنايا شكون؟ حنايا ماشي المواطنين ديالنا، لا حنا كندافعوا على شي شعب اخر، نحيدوا لهم من دول شي شعب اخر. حنا عندنا المسؤوليه ديال التوازنات ديال الحقوق ديال كل الفئات وكل الشعب المغربي، لان الحكومه اليوم عندها الاليات، لان الصندوق المغربي للتقاعد الى جانب الصناديق الاخرى كلها واحد النهار غادي تحس يعني الامد ديال الحياه ديالها معروف. لا سي ان اس اس معروف 2040، ولا سامير معروفه حتى هي، لا ال سي ار النظام الجماعي للسكان. ولكن الاحتياطات اللي هي 80 مليار درهم ديال سامير، الى بدينا من هذا العام اللي بدا العجز غادي تستنفد، لانه عده مقتضيات وعده اليات تحكمات في هذه النتيجه هذه. هذا الاشكاليه الاولى، اشكاليه ديموغرافيه، تغيرات الاوضاع ديال الديموغرافيه. كانت في البدايه في الثمانينات 12 نشيط او منخرط تيخدموا على متقاعد واحد، بقى هذا الشيء هذه الهرميه كتنقص حتى اليوم وصلنا تقريبا بين جوج وثلاثه ديال الناشطين من اجل متقاعد واحد. ثانيا امد ديال العمل او ديال المساهمه انقص، كانوا الناس يبداو يشتغلوا في الوظيفه العموميه في السن تقريبا ديال 24 سنه، اليوم 28 سنه. الامد ديال الحياه من بعد الستينات زاد، يعني كانوا الناس تيعيشوا الله يطول العمر الجميع تقريبا حتى ال 70، دابا تيوصلوا حتى ال 80. فهذه كلها مؤشرات جات يعني عطات هذه الازمه هذه. والنقطه الاخيره الاخيره هي محاسبتيه، ملي كنديروا الحساب على المساهمات كلها اللي كيدير المتقاعد او المنخرط، وتنشوفوا من بعد التقاعد وامد الحياه شحال تيقبض، ملي تيستثمر الدرهم تيقبض درهمين محينه بكل المقاييس. فهذا الدرهم، لان هذا النظام عندنا ماشي نظام تاع الراسماله، تدير ان بلاسمون اي تو لو ريكوبيري، يعني كدير واحد توضع واحد الدرهم وداك الشيء اللي يعطاك بحال كما كيديروا الابناك بليزانتيلي ديالو. لا، هذا نظام تضامني تآزري بين الاجيال، خصنا نحافظوا عليه، لان الا ما حافظناش عليه هاد الناس اللي كاينين دابا غادي يتصرفوا فيه، ولكن الاجيال اللي ساهمت فيه اللي باقا كتشتغل الان غادي تطيح. غادي نرجعوا لهذا الموضوع تحت الضمانه ديالنا والمسؤوليه ديالنا. الظروف اللي نفتحوا المجال سي حيتهم في الاتحاد العام للشغل، شنو موقفكم الاتحاد المغربي للشغل، شنو موقفكم من الاضراب، موقفكم الخاص انتم؟ بحال الاضراب كممارسه دستوريه هو حق مشروع وحق ديال الاحتجاج، وفي الحق عنده مبرراته اللي عبروا عليها بعض المركزيات، الا اننا في الاتحاد المغربي للشغل وبعض شركائنا في الحركه النقابيه ارتئينا منهجيه اخرى، اللي هي اننا فعلا وهذا كنمارسه دائما في الاتحاد المغربي للشغل، عندنا معادله ديال الممارسه النقابيه بسيطه ولكن عميقه، وهي تعتكز على كلمتين: القوه والحجه. نبدا بقوه الحجه، بمعنى لارغيمونتير، اننا نقدم جميع الحجج والبيانات للاقناع والاقتناع والتفاوض الى اخره. ولما تستنفد قوه الحجه كنقلبوها كتولي حجه القوه، موازين القوى. فعلا يعني ما مارسته الحكومه الان راكمت عدد كبير من الاخطاء،
في تجميد الحوار الاجتماعي، في الهجوم على القدرة الشرائية، في انتهاكات الحريات العامة والحريات النقابية أساسا إلى آخره. والآن في هذا الملف بالضبط، يعني في ملف التقاعد، فعلا 10 سنوات ونحن نشتغل، وقمنا بشغل يعني مهم جدا في اللجنة التقنية وفي اللجنة الوطنية. للأسف الشديد أن الحكومة في مقاربتها الحالية تخلت على كل هذه الأشغال، يقولون أن اشتغلنا، فعلا اشتغلنا وبشكل مشترك، لكن ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى مبادئ موجهة، برينسيب دورينتاسيون. ما هي هذه المبادئ الموجهة؟ 6. أولا، ضمان نجاعة وديمومة المنظومة. ضمان ونجاعة المنظومة بمعنى أنه نتحدث عن منظومة، لا نتحدث عن نظام المعاشات المدنية. ثانيا، الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على مستوى عيش كريم، على قدرتهم الشرائية. ثالثا، توفير معدل تعويض صافي يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد. رابعا، ضمان حد أدنى للمعاش. خامسا، التأكيد على مسألة أساسية، وهي على أن الدولة لها دورين في هذه المسألة، دور مشغل وراعي للمنظومة، جيستيونير، بمعنى أن مسؤوليتها مزدوجة، هي ماشي كتمنع علينا بشيء، هي مشغل. سادسا، الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح. هذه المبادئ الموجهة مكتوبة من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوطنية. لم تحترم الحكومة في اقتراحها الحالي أي مبدأ من هذه المبادئ. أولا، لم تتعامل مع المنظومة كمنظومة، حصرت المشكل، وهذا أخطر خطأ قامت به، في نظام المعاشات المدني، وهو 850 ألف موظف، في حين أن المقاربات التي وصلنا لها بالدراسات وهي توسيع الحماية الاجتماعية. لأن ملي كتحصر نفسك بسيط، كنحصروا نفسنا في الموظفين، وماذا تقوم به الدولة؟ الدولة الآن في اختياراتها السياسية الكبرى تتخلى عن عدد من الخدمات، وهناك تحويل لمناصب الشغل من القطاع العمومي والوظيفة العمومية إلى القطاع الخاص عبر الخوصصة، عبر المناولة، السوتريتانس إلى آخره. وهذه العملية رافقتها جمود في التوظيف. الدولة لا توظف حسب الحاجيات، الحاجيات عندنا في كل المرافق، ولكن للأسف الشديد التوظيف يعني قليل قليل جدا بالنسبة لي. إذن هذا جوهر المشكل. عندما نتحدث عن العامل الديموغرافي، فعلا العامل الديموغرافي مهم في توازنات جميع، ولكن من قتل العامل الديموغرافي؟ هو السياسيات المتعاقبة لكل الحكومات، ليست هذه الحكومة وحدها، بل كل الحكومات المتعاقبة يعني دخلت في مسلسل تغييب يعني عملية التوظيف، وبالتالي لم تعالج. أمام هذه السياسة الحكومية من هذا النوع، ماذا كان يجب أن يفعل؟ يجب أن نضع نصب أعيننا توسيع الحماية الاجتماعية، أن نرفع من 3.5 ملايين المشملة الآن بالتغطية الاجتماعية إلى مستوى 10 مليون و600 ألف. هذا هو الأوبجيكتيف اللي خصو يكون. هذا نرجع للحلول شامل. في سياق الحلول، بعد ما توقفوا مع السي فتيحي في نفس الموضوع الإضراب، وهل تتفهمون موقف الاتحاد غير عدم المشاركة؟ هو يجب أن نصحح بعض المغالطات. نعم. نقول الحقائق للناس. كيشوفونا لا. نحن أعلننا إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. لم نعلن الإضراب في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي. لسبب بسيط. بهذا الإضراب نريد إثارة انتباه الحكومة بأن هناك إشكالية حقيقية. واليوم الاستجابة، السيد الوزير أعتقد عندكم الوسائل باش تطلعوا وضعية، كيف كان الإضراب في قطاع التعليم اليوم؟ كيف كان الإضراب في قطاع الصحة؟ كيف كان الإضراب في قطاع العدل؟ كيف كان الإضراب في قطاع الجماعات المحلية؟ لكم أن تتحروا، وأعتقد أن الأجهزة المتعددة في المغرب لها كل المعطيات. لذلك ما نغلطوش الناس ونقولوا الأمور كانت عادية. احنا ما درناش الإضراب في شي مؤسسة عمومية اللي كتعطي خدمات المواطنين مباشرة، يعني خدمات مرفقية. سيد الوزير تيقول بأنه لا داعي للإضراب أصلا، يعني ما كاينش سبب. لذلك المغالطة الثانية، المغالطة الثانية أنه لا داعي للإضراب لأنه كاين حوار وكاين كذا. أعتقد الدليل القاطع
أن السيد الوزير بذاته من اللي تحمل المسؤولية عمرنا ما شفناه النقابات، عمرنا شفناه. أين الحوار إذن؟ المسألة الثالثة، المغالطة الثالثة، الديماغوجية والسياسوية. الديماغوجية والسياسوية هي من يقول خطاب وهو يمارس شيء آخر. عندما نتحدث عن الإصلاح اليوم، هل ما أحلته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصلاح نظام المعيشة المدنية أو بين إطلاح، أنا أسميه إطلاح، ومرسوم قانون اللي صدر في جوج شتنبير يتعلق برجال التربية ورجال ونساء التربية والتكوين والأساتذة الباحثين للاحتفاظ بهم لنهاية الموسمين الدراسي والجامعي، هل هو منتوج اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد؟ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية لم تتحدث إطلاقا في هذا الموضوع. وبالتالي اتفاقنا سنة 2004 عندما أسسنا اللجنة الوطنية وخرجنا مدونة الشغل وبالموازاة قلنا نتأتاكيو هذا الورش ديال التقاعد، قلنا فيه آخر إجراء مقياسي هو اللي اتفقنا عليه في حكومة دارجة جطو، هو زدنا ثلاثة النقاط من 7 ولا 10 ديال الاقتطاعات، وزدنا كل عام نقطة. اليوم كنجيو بإجراءات مقياسية خطيرة، 8 ديال الإجراءات كلها على حساب الموظف خارج الحوار الاجتماعي، ما تذكرناش فيها. إذا كانت شي نقابة تذكرت في هذا الشيء يقولوها لنا، إذا كانت اللجنة الوطنية تذكرت فيها يقولوها لنا. إذن خرق منهجية الحوار الاجتماعي اللي هذه 15 سنة وحنا متفقين عليها، خرق المنهجية اللي متفق عليها داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. بالإضافة لهذا الشيء، إذا بغينا نصلحوا شي حاجة نخلقوا له السياق، نخلقوا له السياق. اليوم تمساح الزيادة في الأسعار المحروقات، عمر في تاريخ المغرب ما زدنا 4 دراهم في الليسانس و3 دراهم في المازوت، عمر في تاريخ المغرب ما قدر شي حكومة 8 الإجراءات مقياسية في التقاعد، وحتى التقاعد نزيدوا فيه، زدنا في المحروقات، زدنا في الماء والكهرباء، ونزيدوا حتى في التقاعد. هل هذه الحكومة مولعة بالزيادة؟ ثانيا، هاد السياقات اللي بغينا فيها الأسلحة خصنا نوفروا الأجواء، واش جميل الحوار الاجتماعي يوفر الأجواء، التنكر الالتزامات السابقة يوفر الأجواء، تقليص فرص التشغيل يوفر الأجواء، تدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والأحزاب للأسف الشديد، وهذا هو الخطير. اليوم السيد رئيس الحكومة ما كيخلي حتى منبر من موقع السلطة، من موقع الحزب، من موقع الجماعة، وكيدخل في الشؤون الحزبية والشؤون النقابية. على حنا يا أخي نهار سي بن كيران في المؤتمر الأخير من اللي طلع أمين عام للحزب العدالة والتنمية، ولم يكن أحد يتوقع أن يسقط الأستاذ سعد الدين العثماني، وقيل آنذاك وراج مراج، ألا حنا قلنا شي حاجة؟ دخلنا فيه؟ قلنا له؟ اليوم بالأمس يصفونا بغير الأصيلين. إذا واش هذا الأجواء فاتحين الموضوع ماشي هو سي بن كيران دابا ولا الموضوع هو التقاعد؟ لا، أنا كنهضر على الأجواء، من يخلق الأجواء؟ غادي نخلقوا موضوع آخر. لا، لأن السيد الوزير قال الديماغوجية والسياسوية، إيوا هذه هي الديماغوجية والسياسوية. العدالة والتنمية ما كاينينش هنايا. واش هذه الأجواء؟ لا، واش هذه الأجواء دخلنا عليك بالله؟ هذه الأجواء نتفقوا فيها ونصلحوا؟ أجواء غير متوفرة، لذلك حنا مستعدين للإصلاح. نحترموا منهجية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. والتكلفة إيوا ماشي غير الموظف اللي ياكل العصا. كله زيد عليه في الاسعار وزيد عليه حتى في التقاعد كلها، زيد له في السن حتى 65 سنه، لانويتي رجعها من 2.5 ل 2%، قاعده احتساب المعاش من الاجر الاخير دير له الاجر معدل الاجر ديال 8 سنوات، زيدوا في الاقتطاع من 10 ل 14. ايوا خويا علاش؟ وزيد من التقاعد النسبي ردوا 26 سنه. والله يا منكر هذا. إذا غادي نرجع، مازال نعطيو الكلمة السيد كريم، مازال ما خداف. قلتي بأنكم في حزب التقدم الاشتراكية عندكم رؤية خاصة لهذا الموضوع، واش عندكم أيضا تفهم الانشغالات اللي عبروا عنها أخوان في أنا إلا سمحتي لي المعارضة في إلا سمحتي الأخ العدوي لازم من واحد التدقيق. لما استدعيتونا هذا البرنامج كمكون ديال الأغلبية قلت لنا بأن هناك الحكومة في شخص السيد الوزير، وأن هناك ممثل نقابة وطنية محترمة، وأن هناك صوت المعارضة، هناك المعارضة كذلك. الاتحاد الاشتراكي اليوم نريد أن نسمع صوت المعارضة. السي الفاتحي هو نعم. مزيان. لا، لأنه هناك الآن نقاش يعني يزيغ عن هذا الإطار، ثم اليوم حنا كنتكلموا على صناديق التقاعد. المسألة ديال الحداري قدمنا على أساس أنه عضو المكتب السياسي حنا اليوم، لأنه خصنا كذلك خطاب الجمهور نعرفوا كذلك وجهة نظر المعارضة، اش كتقول في هذا الشيء؟
لان حنا غنتحملوا مسؤوليتنا وغنعرضوا اقتراحاتنا، ونعرفوا كذلك وجهات نظر ديال الفرقاء الاجتماعيين كذلك. وراه تكلم الاخ حيتم على مجموعه الامور، حذاري من توظيف الملف سياسويا، حذاري من هذه المساله. هذه اليوم الصندوق المغربي للتقاعد غيفلس الى ما درنا والو من دابا 2021. الاصلاح الهيكلي كاين، والحكومه التزمات في اطار اللجنه الوطنيه باش انها تاخذ بالتوصيات ديال اللجنه التقنيه اللي قالت خصنا نمشيو للقطبين. اما الحل، الحل هو اننا نمشيو لنظام اساسي واحد ووحيد، وهذه دارتو قالتو الدراسات الاكتواريه، وقالتو الاستشاره مع المكتب الدولي للشغل، وقالوه كذلك يعني اعتقد المجلس على الحسابات اشار ليه كذلك. ولكن استقر الامر نظرا لصعوبه الاصلاح، نظرا لانه اصلاح ديال المدى الطويل، انه ننطلقوا في توحيد الصناديق الاربعه بين قطب عمومي وقطب خاص. هذه الانطلاقه ديال الاصلاح المقياسي اللي احنا في حزب التقدم والاشتراكيه تنقولوا بانه الاصلاح المقياسي لا يخفي الاصلاح الهيكلي، وانا غنجي للمنظور الشمولي ديال الاصلاح. علاش؟ لانه هو مدخل. الان واحد الصندوق اللي غيفلس، كيفاش غدا في السنوات المقبله الصندوق غيفلس غيمكن نمشيو النقاش مع الفرق الاخرين ممثلين ديال الصناديق الاخرى مع الفرق الاجتماعيه الاقتصاديين اننا نقولوا غنوحدوا؟ فهذا منطلق اساسي. المساله ديال الحد الادنى للمعاش، هذه الحكومه جات رفعت من الحد الادنى للمعاش، وهناك الان محاوله ديال التقريب بين الصندوق المغربي للتقاعد والـ RCIR، يعني النظام الجماعي اللي منح رواتب التقاعد، واحد تقريب في الاطار يعني الايجابي، ماشي غنهبطوا شي عند شي، ولكن نتلاقاو في واحد الصيغه اللي يمكن فعلا نوصلوا لهذه القطبيه، وباش ما يبقاش الحيف، ماشي فئه من المجتمع تستفيد وفئه لا تستفيد، وفي الخواص مشاكل اكثر، وهذوك اللي ما عندهمش تقاعد 60% اللي ما عندهمش التقاعد. هنا كذلك حنا في الحزب وفي اطار الحكومه تنطالبوا باش يتم التفعيل ديال التوسيع ديال التغطيه الاجتماعيه، وممكن في هذه السنتين الحكومه وحنا في اعداد في اطار تحضير القانون الماليه اجتمعنا كمكونات ديال الاغلبيه داخل البرلمان، وقلنا بانه علينا ان نطلب من الحكومه ويمكن لها ذلك ان تعطينا واحد ورقه طريق كيف يمكننا ان نتوسع على واحد العدد ديال المهن، الحرف، الصناع التقليديين، المهن الحره. اليوم اعتقد ان هناك يعني قرب ديال شي حاجه غتخرج مع ارباب النقل في مجال النقل، خص تسريع في هذه الوتيره هذه للتعميم، لانه التشخيص راه واضح، وقال الاخ قال بانه مساله ديال التعميم ديال الوعاء اللي هو ما واسع شيء. المساله ديال الديمومه ديال المنظومه، حنا قلنا الديمومه ديال المنظومه في هذا الحوار ما كانش النقاش، ما يكونش الاصلاح البارامتريك من غير لا كان كيتجنبوا شي طرف، الاصلاح المعياري راه خصو يكون ويكون بالنسبه للجميع، بالنسبه للجميع الصناديق. الى جانب هذا الشيء، من تنقولوا القدره الشرائيه، هذه الحكومه جات ودارت الحد الادنى للاجر في القطاع العمومي، دارت 10% في الحد الادنى في القطاع الخاص، 10% على سنتين، هذه حتى هي يعني شجاعه في ظل وضع اقتصادي صعب، في ظل توازنات ماكرو اقتصاديه صعبه، لانه هي مساله كذلك ديال اقتصاد قوي، ديال دعم الاستثمار في المجالات الاجتماعيه، ديال دعم المدرسه، دعم الصحه، دعم الادويه، هذا الشيء منين غنجيبوه؟ من غير التوازنات، ومن غير واحد النوع ديال الانضباط الموازناتي. ولكن احنا في حزب التقدم والاشتراكيه تنقولوا ما يكونش على حساب التوازنات الاجتماعيه. هناك كذلك المساله ديال هنا نهضر على المنظور الشمولي ديال اصلاح التقاعد، حنا كنربطوه بالاصلاحات الاخرى، كنربطوه بالاصلاح الضريبي كذلك، لانه حنا في حزبنا وفي اطار الاغلبيه، حنا اللي كنا اقترحنا في القانون المالي 2013 باش يكون اسقاط على الاحتساب الضريبه بالنسبه للمتقاعدين من 40% ل 55%، وتم تعديله للاسف للسنه المقبله، ونحن غنردوا عاوتاني كذلك بالنسبه للاشطر العليا. هذا يعني مكسب اساسي، الاصلاح الضريبي والعداله الضريبيه مشأنا انها يعني تساعد على الحفاظ على القدره الشرائيه للمتقاعدين. الاستثمارات في المجال ديال المرافق الاجتماعيه للمتقاعدين والساكنه، يعني اللي هي كتعرف الشيخوخه المغرب 2020 20% ديال الساكنه غيعيش يعني غيكون في سن الشيخوخه، وبالتالي هذا كله اصلاح. المساله ديال المقاصه نقولها كذلك،
المساله المقاصه راه مرتبطه بالدعم المباشر، الدعم ديال الارامل اللي هما الحلقه الضعيفه في المنظومه ديال المعاشات. تنعرفوا هادشي 1000 درهم و1500 درهم و2000 درهم ارامل ديال اطر كانوا في، انا كنعرف اطر كانوا في الاداره العموميه ارامل ديالهم كيشدوا 2000 درهم شهريا. هذا الدعم اللي يمكن يمشي لبعض الفئات ديال الارامل انطلاقا من تقويه التماسك الاجتماعي، هذا كذلك عمل. فالمنظور الشمولي هو هذا اللي كنا غنناقشوا، هي المساله التقاعد. حنا ما يمكنش نجازفوا بصندوق ونضحيوا بالاجيال المقبله، كذلك خصنا نفكروا الاجيال المقبله. اذا نعطيو كلمه للسيد الوزير، المعارضه والنقابات تحدثوا وقالوا بان هناك تهريب الحوار الى محافل اخرى، هناك تخلي عن بعض الضمانات حيث معطى 6 ديال المبادئ ربما من بينها صحح واحده اللي تتعلق بالحد الادنى للمعاش. اولا نوضحوا شي حوايج، هاد الكارثه اللي وصل ليها الصندوق النظام ديال التقاعد، هاد الحكومه ليست مسؤوله عليها، حنا ما مسؤولينش عليها، مسؤول عليها حكومات متعاقبه وفيها نقابات قريبه من هذه الحكومات وقامت بالاضراب اليوم. حنا جينا بغينا نصلحوا، بغينا نصلحوا، واحد الاعوجاج كاين، واحد الاعوجاج كاين، وقلتوا لأنه بدا النقاش هذه 15 عام فعلا، ولكن فين هي الاقتراحات اللي عملتوها ملموسه يا بلاتي؟ فين هي الاقتراحات الملموسه؟ فين هو البديل الحقيقي؟ لو كان كنا لقينا البديل الحقيقي، علاش حنا هاد الاصلاح كأي اصلاح عنده كلفه، كلفه سياسيه، كلفه ديال الاعتمادات وكلفه اجتماعيه، ولكن عدم الإصلاح له كلفة كذلك ربما أكثر وأصعب وأقوى. التوجهات العامة اللي أعطت اللجنة الوطنية، فهذا الاقتراح اللي عملنا حنايا وهذا النقاش وهذا السيناريو اللي كنفكروا فيه، هذه المقاربة اللي فيها ثلاثة ديال النقاط أساسية اللي غادي تأثر، اللي غادي تأثر يعني الاختلالات، وهي السن، وهي الاحتساب، وهي المساهم. إذا جينا مثلا نقفوا عاد السن، حيدوا السن، خلوه في 60 سنة، ونخليو الاستفادة في 2.5%، ونمشيو للمساهمة، المساهمة ما تبقاش 20% كما هو مقترح، خاصها تولي 40%. إلا مشينا خلينا المساهمة في 20% وخلينا الاستفادة ب 2.5% ومشينا بغينا نغيروا يالله فقط السن، خاص المتقاعد يبقى خدام 77 عام. إلا حبسنا السن في 60 سنة والمشاركة في 20% ومشينا فقط الاحتساب، خاص المتقاعد يشد يالله 50% من التقاعد ديالو. فهاد الخدم ديال يعني لي زيكستريم، مشينا للحل الوسط اللي تاخذ بعين الاعتبار الديمومه وتنضمنوا للمتقاعد واحد التقاعد، لان الان راه ما عندوش تقاعد من هنا 4 سنين ما غاديش يبقى. واش بغيتونا حنايا ما تحملوش المسؤوليه ديالنا كحكومه ونمشيو نبقاو ننتظروا في هاد السيناريوهات المتعدده؟ حنا خدينا بالاعتبار كما قال الاخ العزيز يعني اعاده النظر في المنظومه كلها باش تؤول الى نظام موحد، وقبل ذلك الى نظامين، الى قطبين، واحد ديال واحد عمومي، واحد ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص، ولكن هاد القضيه ديال الصندوق المغربي للتقاعد تدق ناقوس الخضر، لا يمكن ان ننتظر كل نهار اللي تنأجلوا فيه هذا الإصلاح تيساوي للمغرب 60 مليون درهم، ها 60 مليون درهم إلا بغينا نضمنوها للمتقاعد، اللي غادي نجيبوها؟ خاصنا نزيدوا الضريبة على المواطنين الآخرين، ولا خاصنا نتسلفوا باش نكملوها، وخاص المواطنين الآخرين يخلصوها، ولا خاصني نقطع الضوء على شي دوار، ولا نحيد الماء على شي بلاد، ولا ما نخدمش شي وزين، ولا نحبس شي استثمار اخر، ولا نحبس شي التزامات دوليه. لهذا كجميع الدول حنا ماشي الاولين،
عدة دول تعيش، لأن هذا مشكل ديموغرافي، كطير الديموغرافيا كطير الفرديات، عملات هاد الإعادة. ما كاين عدة بلدان فرنسا كلها عملات، كلها راجعات السن، راجعات المساهمات، وما كاين حتى شي بلاد قطعا اللي المتقاعد تيقبض التقاعد ديالو أكثر من الأجر ديالو. حنا شنو نقلبوا؟ ماشي بغينا نقصوا المتقاعدين، بغينا نضمنوا لهم التقاعد. اليوم عباد الله راه ما كاينش. إلا مشينا بهاد النظريات وبقينا كندرسوا ونتبعوا، لأننا تنديروا الشمولية، الشمولية ف يعني الانشغال الاجتماعي موجود، كل الاقتراحات والمبادرات، هاد المراجعة ديال نظام المقاصة واش عملناه باش نحسن الأوضاع ديال الناس وباش يمشي الدعم للفئات المستضعفة. ملي صندوق المقاصة كان يمول المازوط، المازوط ما تيديروش غير الفقير، الرصاص ما كيديروش غير الفقير، ملي تيمول البوطة راه ما كيستعملهاش الفقير. لهذا حنا حاولنا كما كاين في عدة دول نقصوا من هذا الثقل. راه صندوق المقاصة بهذه المبادرات اللي دات الحكومة نزلت من 55 مليار ل 42 مليار، يعني 26% باش نقص صندوق المقاصة. وملي تنقص بهاد الوتيرة هذه راه تيمكننا باش نستثمروا. مثلا عندنا ملي كتكلم الأخ على محدودية التوظيف، عندنا المشروع اللي انطلق الآن ديال الإقلاع الصناعي، راه منتظرين باش يخلق لنا 500 ألف منصب شغل. هذا هو الشغل الحقيقي اللي تنمي البلاد، ماشي الإدارة. الإدارة خاصها نجاعة، الإدارة خاصها مردودية، الإدارة خاصها كفاءات، خاصها تقييم حقيقي، ماشي ندخلوا الناس وكأننا نريد أن نوزع الثروة فيما بيننا. نرجع للقضية ديالت المشاركة ديال النقاش، من هذه 15 عام وجات على لسانكم والدراسات والمشاورات. حنا مشينا الآن باش ناخذ واحد القرار حقيقي مبني على دراسات أخرى ومن زاوية أخرى، وحلنا الملف على الصندوق، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وملي غادي يقول الرأي ديالو غادي نجلسوا نتعاونوا جميع. لا أظن إذا أنت حاجة مازال ما طبقات شي حاجة، لأن الناس كاين واحد الخلط في المفاهيم، تيقول لك بدا لحد الآن ما كاين والو. الورش ديال إصلاح التقاعد لا زال في الدراسة وفي التمحيص وقابل للنقاش. يمكن ترجعوا للنقابات من بعد المجلس الاجتماعي. حنا اللي تهمنا هي ننجحوا الإصلاح، هي ننجحوا الإصلاح، لأن واش بغينا حنايا تندافعوا على شي حد آخر؟ احنا بغينا نضمنوا الديمومة ديال هذا الصندوق بهاد الطرق. ملي مشينا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلين في جميع الفئات والنقابات والمؤسسات الدستورية كلها والمجتمع المدني، غادي يعطيو رأيهم، وكذلك غادي يجي النقاش ثانيا ويمشي للبرلمان، والبرلمان ممثلين فيه هاد الناس كلهم ينوبوا على الأمة المغربية، وتيارات مختلفة وأصوات مختلفة. وحنا اللي تهمنا هي ننجحوه، والنجاح ديالو شنو؟ هو يكون المواطن راضي عليه وعارف أشنو هو الهدف من هذا الإصلاح. لأن التأجيل ديالو، علاش أجلوا هاد الناس هادو؟ على هادي 15 عام ما بانش لهم أن وراء الاختلالات كاينة، عارفينها، والإخوان عارفين أنه لا بد من تصحيح هاد الأمور هادي، ولكن اليوم واش نخليوها حتى تطيح في الوقت؟ إذا مشيتوا للمجلس الاقتصادي بهدف الإسراع بالإصلاح، معلوم؟ لا يعني عطينا الرأي ديالو في المؤشرات وفي السيناريوهات، أشنو هي الأجدى والأحسن تقنيا واجتماعيا واقتصاديا، وحنا غادي نتحملوا المسؤولية السياسية ديالنا. بالطبع غادي نفتحوا الباب ديال النقاش مع المركزيات النقابية وغناخذوا المسؤولية ديالهم. ثانيا بالنسبة للقضية ديال حنا كنخدموا بوحدنا وكنمشيو وكنقرروا وتنديروا قرارات وتنقدموها، يعني يعني ما كنتشاوروش مع النقابات. فعلا تحملنا المسؤوليه ديالنا وبطريقه يعني تدبيريه واقعيه وصادقه، وخدينا جوج ديال التدابير. اولا فيما يخص التقاعد،
كان واحد الاختلال ما يمكنش نخليه كانوا الناس اللي تيبغيو يمشيو ياك للتقاعد مبكرا. يعني تقاعد نسبي قبل ما نعم تياخذوا لواحد المسطره ديال الموافقه تحت الاداره وتيمشيو فواحد الحصيص معين وتيمشيو بجوج في المية قبل لا يلحقوا واحد سن التقاعد ملي كيفوتوا 21 عام، في حين ان كانت واحد الثغره في القانون، الناس اللي تيمشيو تيديروا المغادره ديال الاداره او الاستقاله او لاسباب تاديبيه تيمشي بجوج ونص في المية، فاللي تيطبق القانون والمسطره تيمشي بجوج في المية، واللي تيخرق القانون وتيمشي بطرق تاديبيه تيمشي بجوج ونص في المية. ما نصحوش هذه ماشي تبديد. اصلي لي الله يخليك. النقطه الثانيه، كانوا الناس اللي تقدموا الاستقاله ديالهم تيمشيو بدون تقاعد قطعا. جينا في هذا القانون هذا وصححناه، نعم، وعطيناهم انهم عندهم الحق يقبطوا التقاعد ديالهم ملي نعم. ملي السيد الوزير ربما هما شاروا القضيه ديال رجال التعليم ديال غادي نجيو ليها غير لا تيردوا على بخصوص هذا الشيء اللي قلتي. واش يعني كانت بعض الاجابات على هذيك الانشغالات اللي قلتي وبعد تصححوا خصوصا قضيه الحد الادنى للمعاش؟ قالوا بان الحكومه اخذت بعين الاعتبار هذا في الاصلاح. اولا الحد الادنى للمعاش هو حققناه في الحوار السابق، يعني كان مكتسب. وعلاش قلتي بان ما التزمتش به؟ لا، في المبادئ الموجهه نعم قلنا خص صرف معاش يضمن العيش الكريم وضمان حد أدنى للمعاش اللي ما كانش في المنظومة بصفة عامة. نعم. هذا من التوجيهات الأساسية. أنا تكلمت على لي برينسيب دوريونتاسيون. نرجع لمسألة مهمة، أولا الحوار الاجتماعي. فعلا الحكومة الحالية يعني جمدت تقريبا الحوار الاجتماعي، يعني كان خصنا نديروا تكتل نقابي ومسيرة وطنية ديال 6 أبريل باش نجيو لافي ديال برومي مي، الوغ كو كنا اتفقنا على فترتين ديال دورتين ديال الحوار الاجتماعي في الربيع، يعني في الخريف في الربيع ثم في سبتمبر، لافي دو برومي مي قبل من فاتح ماي وكذلك في شتنبر. لماذا؟ الاولى لفتح الحوار حول المطالب والانشغالات، والثانيه للمساهمه في الاعداد لقانون الماليه. هذا عرف والتزمت به الحكومة السابقة، في حين أن هذه الحكومة جمدته. في الحوار الذي فتح في أبريل أفضينا فعلا إلى بعض النقاط البسيطة جدا والتي قلنا على مضض أنها مقبولة، ولكن على أن نستأنف الحوار ما بعد ماي. اتفق رئيس الحكومة على بالضبط على 10 ماي فلم يجتمع إلا في 18 جوان من أجل مسألة صندوق التقاعد، اللجنة الوطنية للتقاعد، وقبلنا كذلك وطلب منا مذكرة في غضون شهر، قدمناها في غضون شهر فلم يرجع إلى طاولة المفاوضة وذهب إلى المجلس الاقتصادي. هذا مسألة، الخلاف بيننا وبين الذهاب إلى المجلس الاقتصادي هو مسألة منهجية، لأن كنا على طاولة التفاوض، فإذا قررنا نمشيو للمجلس ماشي مشكل، احنا موجودين في المجلس وحتى الان نحن نشتغل بجد في مساله في 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 المجلس. ولكن المؤسف هو هذا نوع من التحايل، يعني يكون كلام انه صدق وكذا ولكن الحوار الاجتماعي برسك غائب ما كاينش عمليا، ولو اننا كنا نفضل ان نجلس هذه الاستعجاليه نسدوا عندنا حتى 3 ايام ملي كاين هذه الاستعجاليه، ماشي في غضون شهر ونجيبوا المذكره ونحطوها وفي الاخر يعني لا ما كاينش ذاك الفايفيا بيناتنا. رجع لشنو هو كاين بعض النقابات الحكومه تقول بان كاين بعض النقابات تدير واحد الشروط تعجيزيه، يعني يصعب كاين الشروط التعجيزيه. حنا تعلمنا في الاتحاد المغربي للشغل ان نكون واقعيين، وتحلفائنا الان كلهم واقعيين فيما يخص. رجع انه الاصلاح فرق النظره اللي عندنا حنا الشموليه والمجتمعيه مع الاصلاح المقاييسي. هو اي اصلاح حتى الاصلاح الشمولي هو مجموعه من التدابير، راه ماشي غنوركوا على البطونه واحد النهار وغادي يولي الاصلاح الشمولي. هذه هي النظره ديالنا. اذا الاصلاحات المقياسيه يجب ان تصب، وهذه النظره اللي قدمناها للحكومه، بمعنى ان في مرحله اولى ان نقوم باصلاح، وقلنا الكلفه
المالية للاعتبارات اللي ذكرت، الدولة راعي ومشغل، والقدرة المساهماتية، لأن الآن الموظفين 10% هي من أعلى النسب كالمساهمات في العالم، وفي المغرب هي أعلى نسبة، وعندنا الإرسال. إذا قلنا نقرب بين الاثنين، هذا الاقتراح ديالنا في مرحلة أولى. أولا الدولة بوحدها تتحمل 4%، لأن ما غتقدرش تخلص الكلفة كاملة، كاينش الميزانية، ولكن تخلصها على فترات. إذا 4%، احنا ولينا 10 زائد 14، وهذا طبيعي جدا، لأن عندنا المشغلين لا في المؤسسات العمومية ولا في القطاع الخاص، يعني تقريبا ثلثين ثلث، ثلث على الأجير والثلثين. إذا الدولة ما غاديش نوصلوا حنا كاع للثلثين، رغم أن هذا مطلب نقابي، ولكن في المرحلة الحالية 14 زائد 10 هذه بإمكانها تحل المشكل الآن والاستعجالي. فيما يخص السن، من مصلحة الموظفين ومصلحة المواطنين ومصلحة الإدارة كذلك، في بعض الفئات نظرا للخصوصيات ديالهم لابينيبيليتي وعدد من الامور انهم ما يزيدوش لابينيبيليتي، يعني الشغل اشغال مرهقه، اشغال مرهقه الى اخره، وكاينه وظائف اللي خاصه كما قال المواطنين. اذا الاقتراح ديالنا في مساله اختياريه واختباريه، واحد المرحله اختياريه بالنسبه للموظفين واختباريه، وماشي بالفوضى حسب القطاعات وحسب الخصوصيات، وهذا اجتهاد، في حين ان الاجراءات الحكوميه هي اعتمدت الحل السهل هو بالنسبة للجميع، وكأن كل شيء قادر إلى آخره. إذا هنا ما كاينش هذاك الحوار والأخذ والعطاء باش نضمنوا النجاعة ديال الإدارة ديالنا. فكيفاش ناخذوا قرار اللي حنا ما مقتنعينش به؟ كنت في اللجنة الوطنية، رئيس الحكومة قال لك أنا عارف بأن واحد الناس ما غاديش يقدروا يمشيوا. إذا علاش؟ تفاهموا، فتحوا الورش ديال مسألة السن. حنا عارفين ليسبيرونس دو في زادت، كاين واحد العدد ديال الأمور اللي ذكرت، ولكن ماشي بهذه الطريقة الإجرائية، وعلى حساب التوظيف والتشغيل كذلك. إذا نكمل الله يخليك، في حين أن الاقتراحات اللي جات ديال الزيادة في المساهمة على الموظف، والزيادة في سنوات العمل، والنقصان من المعاش، إذا هذا تالوت الموت كما سميناه، في حين أن بإمكاننا نديروا حلول أخرى أنجع وأصدق. وفي مرحلة أخرى كيمكن تشيو دي بارامتر، لأن هذا الشيء اللي تكلمت عليه دابا في المعاشات المدنية غادي يقرب من المعاشات ديال النظام الجماعي اللي هو فيه الان 6 زائد 12، 6 على الاجير المستخدم و12 على المؤسسه العموميه. لاحظ معايا الاقتراح ديالنا قلنا نزيدوا 3 3، كاين النظام الان اللي هو تكميلي، ولكن امتى كيبدا؟ كيبدا حتى كنفوتوا البلافون السقف 15000 درهم، قلنا من اول درهم. وهكذا احنا دخلنا عمليا في التقريب بين النظامين، غادي تولي 24 في المجموع. كاين فرق بسيط هو ان وحده فيها 10 زائد 14 والاخرى فيها 9 زائد 15، على اساس ان في مرحله اخرى غادي نقوموا باصلاح مقياسي اخر اللي غادي نقربوا، وحنا وصلنا للبول بيبليك. هذه النظره اللي هي اللي جات بها الدراسات، وهي اللي عدل المكتب الدولي للشغل، وهي اللي منخرطين فيها حنايا، وهي اللي اقترحناها، في حين ان الحكومه حصرت المشكل في نظام المعاشات المدنية. سي فتيحي، انتم في السياق نفس السياق، يعني الحلول الان طرحنا المشكل، واش عندكم انتم كيف قال السي السياق؟ غير باش يكون واضح، باش يكون واضح، نحن لسنا ضد اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، باش يكون واضح، ولسنا ضد احاله الامر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لانه هذا بمنطق القانون هذا حق ديال الحكومه تحيل على المجلس. لكن حنا كنقولوا اودي الاصلاح راه ما يمكنش لواحد الطرف اللي يتحمل التكلفه ديال الاصلاح. نحن نقول يجب تقاسم تكلفه الاصلاح، تقاسم تكلفه الاصلاح والتدريج في الاصلاح، والاصلاحات المقياسيه الا بغينا نتعاملوا بها يجب ان تصب في الاصلاح الشمولي، ما تكونش معزوله على الاصلاح الشمولي. اليوم احنا هذا المشروع اللي تحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيه اصلاحات مقياسيه معزوله على الاصلاح الشمولي، وبالتالي احنا كنقولوا عمل 10 سنوات ديال اللجنه الوطنيه واللجنه التقنيه بقى في الرف. وكذلك ما يمكنش هذا امر يهم الموظفين بالاساس، كنذكروا على نظام المعاشات المدنيه موظفي الدوله، لا يعقل ان الحكومه تاخذ اجراءات بهذا الشكل في غياب المركزيات النقابيه. كان اللقاء ديال 18 يونيو ديال اللجنه الوطنيه، وتطلبت مذكره وترفعت المذكره في غضون الشهر، في رمضان ترفعت المذكره، و لا ما كاين لا طعيات ولا تليفون ولا جواب. تفاجئنا بالقانون، مرسوم القانون ديال جوشو تنبير
اللي تخرج في الجريده الرسميه ديال رجال وسائل التربيه والتكوين، وهذا والاساتذه الباحثين، وهذا يذكرنا بكل صدق بنظام السخره، لانه غتجي وكتفرض على واحد. وهذا واش كيبين اصلا؟ انه عندنا نقص كبير في الموارد البشريه في قطاع التربيه والتكوين، ولكن واش هذاك الاستاذ ولا ديك الاستاذه واش مسؤوله على هذا الوضع؟ باش نعاقبوه؟ باش نزيدوه؟ وهذا الاجراء خارج الاصلاح، خارج اللجنه الوطنيه، خارج اللجنه التقنيه، وخارج مشروع القوانين، وما تعلمتش به النقابات، لا يعقل. الا كنا دستور 2011 جاب روح الاشراك والتشاور وفيه مقتضيات في هذا التوجه، وجاب افق ديال نعزو التراكمات الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. فهذه الممارسه، هذه الممارسه ديال الحكومه الحاليه في التعامل مع هذا الملف ديال التقاعد تجعلنا نقول بانه نشكك احيانا هل هناك اراده سياسيه فعليه لتنزيل مضامين الدستور. لذلك فاحنا مع الاصلاح، مع تقاسم التكلفه، مع اجراءات اخرى مصاحبه، يمكن غادي يتحمل الموظف واحد القسط، ولكن اجراءات مصاحبه. هذا المتقاعد من اللي غادي يخرج غدا واللي كيكون في وضعيه صحيه هشه، واللي كيكون عنده تكاليف ديال التطبيب ديال العلاج، علاش ما نديروش اجراءات ما يتعلق بالتغطيه الصحيه لهذا المتقاعد من اللي خرج التقاعد؟ كذلك فيما يتعلق بالضريبه، ما نديروش اجراءات ضريبيه اللي تخفف العبء ديال تكلفه المعيشه على المتقاعد. كذلك ما يتعلق بالسن، صحيح ارتفع امل الحياه نسبيا في المغرب، ولكن هل من المنطق، من المعقول نقولوا سنتين مره واحده؟ قال لك في يناير 2015 غادي يصبح التقاعد 62 سنه، لا العقل. ضروري من التدريج، وضروري من تقاسم التكلفه، وضروري اي اصلاح ان يصب في الاصلاح الشمولي. لذلك ف يقال لنا بانه احنا حكومه اصلاح، سيدي تبارك الله عليكم حكومه اصلاح، ولكن نعطيك مثال بسيط، ها هو قلنا نصلحوا صندوق المقاصه وزدنا في المحروقات. يلا شنو هو الانعكاس ديالها على الناس؟ شنو داو الناس؟ كيقولوا لنا درنا الدعم للارامل ودرنا الدعم للاسر، التيسير كان موجود، الدعم للارامل شحال هو العدد ديال الارامل وكاين اشكال فيه. لذلك فشكون اللي كلا العصا؟ هو الطبقه الوسطى، عماد التوازنات المجتمعيه. الطبقه الوسطى اليوم كلات العصا في الضرائب، كلات العصا في المحروقات، كلات العصا في الماء والكهرباء، غادي تاكل العصا في التقاعد. ايوا راعيوا شويه الى فعلا هناك اراده سياسيه للاستمرار في الاصلاحات، والسيد الوزير ولا الاستاذ النائب المحترم شاركوا في الحكومه الثلاث السابقه، بمعنى على بينه من الاصلاحات التي تمت، الاصلاحات الهيكليه الحقيقيه. اليوم ماشي عاد كنقولوا عاد الاصلاحات بدات اليوم، وبالتالي هذه الاجراءات اللي دارت كانت تروح المقاربه، ديال الاصلاح اللي كانت سابقا كان فيها الحوار والتشارك والتقاسم المهام، تقاسم التكلفه. اليوم الحكومه كتكسكي على الوينو 45 مليار، علاش الصندوق الوطني للكهرباء، ماء والكهرباء 45 مليار فيها 30% اللي غادي تجي من المواطن، ولكن علاش هذا الصندوق المغربي للتقاعد ما نكاسكيوش عليه حتى هو شي شويه؟ وهاد الناس اللي كنتذكروا عليهم ماشي مواطنين، نكاسكيو حتى الحكومه، الدوله تكاسكي شي شويه على الصندوق المغربي، للتقاعد. لذلك ف حنا كنتذكروا على منطق الدولة اليوم، لكي تكون قوية يجب أن تحافظ على التوازنات المجتمعية، والتوازنات المجتمعية عمدها هو الطبقة الوسطى. نعم، إذا سي أنس، معارضة تقول بأنه الإصلاحات الهيكلية اللي جات بها الحكومة تتكلف كثير ولكن ما تتنعكسش على، ما عندهاش أثر على حياة المواطن. الآن في هذه الفترة أعتقد أنه النقاش رجع لواحد النوع ديال الهدوء وديال الصواب. أنا تصنت بإمعان الاقتراحات ديال الإخوان، اعتقد انه نحن في حزب التقدم المشترك كنوجدوا نفسنا في واحد العدد ديال الاقتراحات. هناك المساله ديال العلاقه الاكتواريه، وتكلم عليها السيد الوزير، بين السن، نسبه المساهمه، طريقه الاحتساب. يعني ملي كتقيس وحده كتاثر على الاخرى. كاين اللي كيتكلم الان على تقاسم الكلفه، كاين اللي تيقول الدوله خصها تادي، كاين اللي تيقول كما عطات صندوق الماء والكهرباء تعطي للصندوق التقاعد، صندوق الماء والكهرباء عطات للمواطن كذلك، ما عطاتش لشي حد اخر.
ولكن مثلا لا تتهضر على زياده في اسعار الكهرباء ردت. انا اعتقد هذه الحكومه ما لا نقول انا نطرح سؤال، علاش هذه الحكومه باغا تزرب؟ علاش باغا تاخذ الكلفه السياسيه هذا الشيء؟ حتى هي دير تدريج، نعم مع التدريج، ولكن ولا بد ما نحطوا راسنا في واحد العتبه ديال الاصلاح. ما يمكنش نديروا ربع اصلاح، خصنا نديروا شي حاجه اللي تعطينا واحد النوع ديال لو غيبي، يعني واحد الفتره ديال الراحه، فاش تخلينا مع الشركاء اقتصاديين واجتماعيين نفكروا في الاصلاح الشمولي الحقيقي. الا بقينا نديوه عام ولا عامين ما كاين لاش، خليتها 2016 نديروا الانتخابات ديالنا وحنا مالنا على هذا الصداع. فاعتقد المساله معقده وماشي سهله. حنا في حزب التقدم الشرقي كذلك في منظورنا الشمولي لازم نفكروا من بعد في النقاش ديالنا اللي يجي في التوازن مع كتله الاجور. اليوم لما كتقول لي نحتفظوا بالمتقاعدين في السن، هنا باش نناقشوا السن، يعني راه كتاثر على كتله الاجور وكتاثر على التشغيل، ولكن راه كتخلق عدم توازن على مستوى الصندوق. فخصنا نلقاو واحد التوازن، لذلك خص تصور شمولي كياخذ بعين الاعتبار الحاجيات ديال الدوله ديال البلاد في القطاعات الحساسه، في القطاعات الاجتماعيه، القدره على التشغيل. مساله ديال المهن الشاقه البينيبيليتي حنا كذلك معاها، ولكن كيفاش غنتناولوها؟ شنو هو الاختياري لاي فئه؟ واش لما يكون اختياري يكون يعني بامتيازات اقل؟ الله غالب اللي ما كتبغي دير ديبار على روتريت اونتيسيبي، يعني تقاعد نسبي، تقاعد نسبي راه ما كتشد شيء، يعني النسبه ديال الاحتساب ما كتكونش بحال اللي غتخرج في تقاعد او اللي غتكمل 41 عام. فبالتالي خاص هاد الاختيارات تحط وتناقش كذلك. وهنا انا بالنسبه لي القانون ما خرجش مازال، المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي فيه الفرقاء الاجتماعيين كيناقش الان، اختارت الحكومه. ولكن السي فتحي قال لك يناير 15 62 عام، احنا غنراعي، ولانه باب التشاور والحوار ما يكونش، ولكن يكونوا متاكدين من واحد الشيء، الاصلاح راه خصنا نديروه ولو انه الكلفه في الاخر طيح على هذه الحكومه هذه، يعني ماشي الكلفه، المسؤوليه في اخر المطاف. الا ما بغاوش الشركاء يمشيوا معنا، ولو ان الافكار الان تناقش، انا نناقش مساله ديال المساهمه، فعلا المساهمه الدوله فيها نقاش، يمكن ما نمشوش 50-50 نص نص، يمكن الدوله تمشي في هذا الشيء اللي جاي تمشي الاكثر، يناقش. التوسيع ما خصناش نساو التوسيع. انا البارح كان في اللجنه ديال الشؤون الماليه على مستوى مجلس النواب ناقشنا القانون ديال المقاول الذاتي. هذا ورش عظيم اللي غيدخل واحد الالاف ديال الفئات ديال المجتمع اللي ما عندهاش تغطيه صحيه، ووزاره ديال التشغيل تشتغل على المساله هذه، كيفاش يمكن تواكب هذا القانون اللي غيصدر ديال المقاول الذاتي باش يمكن فعلا انه نوسعوا هذه المساله ديال التغطيه الصحيه. التوسيع ديال الخدمات بالنسبه للمتقاعدين في المجال الصحي، وراه السي ان اس اس مثلا زادت الخدمات ديال سميتو معالجه الاسنان، يعني علاج الاسنان يمكن نتصوروا ان الحكومه تجيب كذلك فيما يخص المسنين بتوسيع التغطيه ديال بعض الخدمات الصحيه اللي كتمشي اساسا لهذيك الفئات المسنه. هادشي ممكن ماشي ممكن، ولكن باش نديروه خص يبقى عندنا القوه ديال الاستثمار. لذلك الى جانب ما يمكن نقدموه في السمير، خصنا ولا بد ما نقدموا البرنامج الاقلاع الاقتصادي، خصنا ولا بد في اقتصاد مفتوح معولم، وهذا هو سميتو يعني نموذجنا الاقتصادي. ما يمكنش نتخباو، ما يمكنش نسدو حدودنا في هذا النظام المفتوح، خص التنافس ديال المقاوله وخص تقويه التصدير. هذا الشيء كيبغي كذلك امكانيات الدوله تواكب القطاع الصناعي، تواكب المقاوله الصغرى المتوسطه، تواكب هذا المقاول الذاتي. هذا الشيء كيبغي كذلك تعبئه امكانيات التشغيل كذلك. نحن سنقترح انه يتم الزياده في الصندوق ديال دعم التشغيل باش فعلا انه جزء كبير من المواطنين ومن العاطلين يستافدوا. الطبقه الوسطى اتفق انه في هذه الاصلاحات اللي تكلمنا عليها بطبيعه الحال هي الاكثر ضررا، ولكن هنا كذلك في اطار اغلبيه ديال البرلمان وحنا على ابواب قانون الماليه غنجيبوا، خصنا نجيبوا اجراءات يعني تحفيزيه ومساعده لهذه الفئات المتوسطه. اذا نرجعوا للسيد الوزير، معارضة والنقابة تيقولوا بأن ما انتظرتوش القانون يمر، فرضتوا الأمر الواقع من خلال رجال التعليم، فرضتوا عليهم أنهم يكملوا ما فوق 60 سنة، وأنه سي فتحي قال ابتداء من فتح يناير 2015 62 عام عاد التقاعد. شنو تطرطوا على هذا؟ أولا كما جاء في التدخل ديال الأخ الكريم، هناك إجراءات مصاحبة، هناك عمل مواكب لهذا التصور الإصلاحي.
ماشي غير الاصلاح بوحده المكلف سواء للدوله او للموظف، ولكن هناك اجراءات مصاحبه تؤسس لجو عام يستوعب هذه التكلفه في سياق دولي صعب. رحنا تنعيشوا في واحد المناخ يعني مالي واقتصادي اللي مرتبطين فيه مع دول وخصوصا منطقه الاورو اللي عندنا معها علاقات اقتصاديه صعبه جدا، ونسبه النمو فيها تقريبا راكده، وفيها دول اللي نقصت من الاجور، وفيها دول اللي نقصت من التقاعد. فرغم ذلك كان هناك تحكم وكان هناك واقعيه، واستطعنا كما جاء على لسان الاخ العزيز ان نوضع لمسات جيده جدا لتحسين الاوضاع. زياده ديال في الاجر ديال الوظيفه العموميه اللي وصلت ل 3000 درهم، هذا خصنا نذكروا من باب التشجيع على مبادره اجتماعيه. القضيه ديال لوينو ماشي الوطني فيها حكومات اللي كانت ما اتخذتش الاجراءات، ما صحاتش، كانت كتبيع الكيلواتور اقل من الثمن ديالو. ولكن الان راه تيهضروا على زياده في اثمان الكهرباء. اسمح لي الله يخليك، ملي كتنوض الحكومه وكتدعم المكسب الوطني للكهرباء تدعم المواطن، الى لجا المواطن زياده في الاسعار ديال اسمح لي السعيره، الى لجا المكسب الوطني للكهرباء يفوتر يعني الكيلواتور بثمن التكلفه، غادي يطلع لواحد العدد كبير. فالمساهمه ديال الدوله، وثانيا خدات بعين الاعتبار ان واحد الطبقه 60% ديال المشاركين والمنخرطين، وبالضبط 58% مع ليدك و 62% مع المكتب الوطني للكهرباء، معفيين هاد الزيادات، لا تمسهم الزياده حتى المستوى ديال 150 كيلووات والمستوى ديال 70 متر كيب في الماء ما يتمسوا شيء، لكن يتمسوا بالطبع هما المستهلكين الكبار. وحاجه طبيعيه، علاش هذا المواطن، علاش هذه الدوله غادي تمول في الماء والواحد السيد لاباس عليه تيعمر لابيسين؟ ما يمكنش. اذا المواطن البسيط ضعيف ما غيتقاش. هذا يعني مبادره شجاعه ديال الانصاف. بغينا نشجعوا المواطن اللي خاصو يتشجع، ونعاونوا المواطن خاص، ولكن خاصو يطبق في الغاز وفي مسائل اخرى ماشي غير في شوف الاصلاح تدريجي، حاشي فيه تراكمات، حكومات متعاقبه. واش نخليو البلاد هكذا؟ خدينا هذه ضريبه ديالنا، حنا يطيز صدرنا ان نخدم هذا البلد، وبصدق كان من الممكن ما نديرو حتى شي حاجه ونبقاو على نخليو الحاله هكايا حتى 2016 ما غادي يطرا والو، ولكن من بعد عامين وثلاثه هذا الصندوق ما غنسيبو من نديرو. هذه الاولى. ثانيا بالنسبه للقضيه ديال الاساتذه والمعلمين، في نهايه كل سنه دراسيه تيوقع واحد اللجنه اللي كتبت في الطلبات ديال الاستفاده من التقاعد المبكر. هذا العام كانت واحد يعني موجه ديال الطلبات طلبات، يعني ناس ما يعني التي تحدث على 4000 تخوفات وعدم الالمام بما ياتي في الاصلاحات. وتفاجئنا تقريبا نوصلوا 9000 منصب شغل غادي يصبح شاغر في هذه السنه هذه. ولكن الحكومه ما كانتش مستعده على علم هذه الارقام. عاده تتكون اقل بذلك، والاليات اللي كنا كنخدموا باش يمكن يعني يعني نحلوا محل هاد الناس اللي يمشوا للتقاعد ما بقاتش، كان التوظيف المباشر ما بقاش، كان يمكن اي واحد عنده دبلوم عالي تجيبه باش يدرس ما بقاش، دابا مفروضه انه خاصو يدير التكوين ديالو، التعاقد ما بقاش، المباراه والساعات الاضافيه ما بقاتش. وهذا الشيء كان كيتب واحد المنشور ديال الوزير الاول، فهاد النص بقانون جاء فقط يرسم هذا المنشور اللي كان كيدير الوزير الاول، ما تلاش قبلته الاليه ديال المراقبه ديال الماليه. بالطبع خصنا نصحوا الوضع. فتقدمنا مشروع قانون قدمت به الحكومه، ولكن في اخر ايام ديال السنه التشريعيه
فكان البرلمان مشى عطله وصبحنا مضطرين نتقدموا بمرسوم بقانون. هي الاليه القانونيه الوحيده اللي بقات في الدينا، لان استعجال وعندنا امامنا سنه دراسيه وبقات يفصلنا على السنه الدراسيه شهر واحد والناس في عطله. وفعلا تقدمنا للجان المختلفه ديال البرلمان وناقشنا، وفيهم من اراد وفيهم من ساند وفيهم من امتنع بكل ديمقراطيه، وصلنا وخدينا التدابير اللازمه لضمان ان تكون السنه الدراسيه في ظروف جيده، وما يمكنش نخليو واحد الوليد في واحد القسم اللي في النص ديال السنه تيمشي الاستاذ حقه وتيخلي التلميذ او التلاميذ بدون امتحانات الى اخره. ولاحظنا وانا متيقن ان في قرارات في داخل في القلوب ديال رجال التعليم اللي قداو 30 و40 عام مع التلاميذ ما غاتجيهمش هاد الشهرين او ثلاثه اللي نحتفظوا بهم حتى نهايه السنه الدراسيه كثيره. بالعكس انا تلقيت تهاني على هاد القضيه هذه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، غادي نحتفظوا لهم بالاجر ديالهم وبالترقيه ديالهم وبالتغطيه الصحيه ديالهم، وما غاديش يشملهم نهائيا هذا الاصلاح الى تم في جويي والناس باقي ما خرجوش حيت التقاعد. فهذه اجراءات تنظيميه قمنا بها تدريب على التقاعد. النقطه الاخيره اللي ما عندها حتى علاقه بواش الاصلاح، ما عندها حتى علاقه. النقطه اللي تحدثوا عليها ديال تقاسم التكلفه، علاش ما تتكاسكيوش الفلوس باش تشاركوا معها؟ بالنسبه لتقاسم التكلفه الاخوان قالوا ثلثين الى اخره، مزيان كاين هادشي في انظمه اخرى، ماشي في الصندوق المغربي للتقاعد، متفق معك، ولكن خصنا نقولوا النظام في شموليته ما معنى الثلث والثلثين، ولكن في الصندوق المغربي للتقاعد النص النص، لان في الصندوق المغربي للتقاعد ما كاينش السقف، فيمكن توصل حتى ل 30,000 درهم و 40,000 درهم في التقاعد و 50,000 درهم في التقاعد، في حين في الانظمه الاخرى كاين سقف وخاصك تمشي دير يعني تقاعد تكميلي وتمشي دير تقاعد اضافي، باش وملي كتجمع هذه المساهمات في التقاعد الاصلي والتقاعد الاضافي والتكميلي كتصيب راسك وصلتي للنص في المساهمات. هذا واقع نذكروا فيه لكن هذا السيناريو يمكن، ولكن لا يمكن ادرسناه وشفناه لا يوفق. ولكن إذا كانوا الإخوان عندهم اقتراحات حقيقية واقعية، علاش ما غاديش يتنقبلوها؟ إذا نشوفوا يلا سيدي تفضل سي، ما بقاش الوقت، البرنامج راه يشرف على النهاية، تفضل سي، بقات كلمة لكل واحد، تفضل. يعني عندنا الوقت بزاف واش نتبع. لا ما بقاش الوقت، غادي الدورة ديال الكلمة، تفضل. يعني في المقاربات اللي طرحت الآن، لا غاتكلم كيف شنو الخلاف الأساسي. نعم تفضل. هو في النظرة ديالنا لأي مغرب نريد، احنا في التصور ديالنا ان المغرب ماشي بلد غني عندنا واحد الثروات كبيره، ولكن كذلك ليس البلد الفقير، عندنا من الامكانيات ما يمكن استغلاله باش نجعلو يعني بلادنا في المصاف ديالها. نعم. للاسف انه هناك سوء نمو وسوء تدبير، وهذا واقع ماشي لهذه الحكومه، الحكومات كلها للاسف ان هذه الحكومه مشات فيه، رغم الشعارات اللي بدات في الاولى محاربة اقتصاد الريع، محاربة الفساد، هذه الأوراش كلها جمدت وأصبح الجهاد والاجتهاد في الطبقات الوسطى والمستضعفين في هذا البلد. إذا هذه باش نفضيو لأن كانت بإمكان أوراش لتعبئة الأموال، لأن الاقتصاد الموازي اللي عندنا في المغرب فيه ثروة هائلة عكتروج، القطاع الغير المهيكل، الانفورميل، التهرب الضريبي، التملص، الكونتربوند سوسيال، التهرب الاجتماعي كذلك. هاد المناصب الشغل اللي تكلم عليها الاخوان مثلا ديال 500,000 الى اخره، اش كنلاحظوا اول نقطه فيها هي خلق مناصب شغل ديال الهشاشه، لانه المناطق الصناعيه كلها وبمساهمه الدوله عن طريق لانابيك كيوظفوا الخريجي ديال التكوين المهني ثلاث شهور بالكونترا ديتيرميني ويمشي عاوتاني باش يرجع. هكذا جيوش ديال الابناء ديالنا كتبقى خدامه بدون تصريح للضمان الاجتماعي، ومننا قلنا وطالبنا بتجريم عدم التصريح. هذا ورش مهم، لان غتولي عندنا 6 المليون اللي غادي يشملها، وهذه
الورش الحقيقي ديال الحمايه الاجتماعيه وديال التغطيه الاجتماعيه على الطبقات الوسطى كذلك اللي هي فعلا مستهدفه. خصنا نعرفوا بانه كل مغربي في هذه الطبقه الوسطى هو وحده ضمان اجتماعي، يعني معاه واحد العدد ديال العائله وديال العاطلين وديال كذا. وبالتالي الا كانت عندنا نظره شموليه للاصلاح فعلا خصنا نصلحوا هذا الضمان الاجتماعي ونصلحوا كذا ونصلحوا كذا باش يحس هذا المواطن بانه الا هو ضحى بواحد شويه راه عنده ناس اخرين غيضمن لهم الشغل او كذا. ولكن للاسف هذه المقاربه ما لاحظناهاش نهائيا عند هذه الحكومه. لهذا حنا ما خديناش في الاول واحد الاحكام مسبقه على هذه الحكومه، حتى عشنا معاهم وشفنا عاد صدرنا هذه الاحكام. ولهذا قبيله كيف ما كنت كنقول الحجه ديال قوه الحجه ثم حجه القوه، فعلا المجلس الوطني ديالنا الاخير ديال 20 شتنبر بعد تحليله لهذه الاوضاع خدا القرار ديال الاضراب الوطني والاضرابات القطاعيه واللي ترك الصلاحيه للاجهزه ديالنا التنفيذيه للوقت التنفيذ، بمعنى ان الكره الان في ملعب الحكومه. وانتم اقترحنا عليها الحل ضمن البيان اللي خرجناه، وهي ان عندها دوره خليفيه ديال الحوار الاجتماعي اللي بامكاننا نحلوا فيه المشاكل اذا كانت اراده حقيقيه. وإلا ما توفرتش هذه الاراده الحقيقيه راهم كيهدوا التماسك الاجتماعي في المغرب وبالتالي تحملوا مسؤوليتهم. حتى انتم البيان ديالكم كان قوي شويه تهديد، غتسدوا الكهرباء الناس وغتسدوا القطاع بطبيعه الحال لان الاتحاد المغربي للشغل خلعتوا الناس في العصب المركزي ديال الاقتصاد الوطني، وبالتالي يعني مهلنا ما يكفي وتعاملنا بحكمه وتبصر وباقتراحات، ولكن ان يتم تجاوزنا وان يتم تهريب الحوار وان يتم سد الابواب فهذا لا نقبله، لان الاتحاد المغربي للشغل اللي غادي يحيي الذكرى ديالو 60 في مارس المقبل راكم من التجربه ومن الحنكه ومن الخبره ومن النضال ما يكفي لان يتعامل في الملفات الاجتماعيه. ونحن نعتبر ان المساله الاجتماعيه محوريه في كل السياسات وهي المحك لنجاعة صواب السياسات العموميه من عدمها. تما فين كتنعكس يعني السياسه، السياسه ماشي ممارسه ديال البرامج وشعارات ولكن خصها تنعكس على مستوى المواطنين. ملي كتضرب القدره الشرائيه وكتنتهك الحريات النقابيه وكيتوقف الحوار الاجتماعي ما يمكنش نبقاو مكتوفي الايدي. لهذا نحن من جديد ننذر. عيب الحكومه الحاليه انها هذا خطاب الاصلاح، خطاب الاصلاح وهذا خطاب الاصلاح، والسيد الوزير والسيد النائب كيعرفوا بانهم باعتبارهم شاركوا في الحكومات السابقه ان الاصلاح ابتدا منذ 15 سنه او 16 سنه، وبالتالي هذا الاصلاح اليوم اللي كتذكر عليه الحكومه يتجه فقط الى الحلقات الضعيفه في المجتمع، اما الحلقات القويه ما كتمشي لهاش الحكومه. اقتصاد غير المنظم، اقتصاد الريع، التهرب الضريبي، كتلة الأجور، يلا سيدي ما تحسبوش غير كتلة الأجور ديال الموظف. إوا شوفوا الأجور ديال المؤسسات العمومية والشركات وشركات المساهمة ديال الدولة، أنا كنذكر على ديال الدولة، صحيح تنافسيا نحافظوا عليها ولكن تصيب مدير كيقبض 10 المليون، 9 المليون، 7 المليون، ماشي مدير عام، هذا غير مدير الدخل. لذلك نذكروا نمشيوا لهذه الحلقات. كذلك ملي كنتذكروا على عفى الله عما سلف راه صعب. لذلك فاليوم ملي كيتذكر السيد الوزير ما غنخليوش اللي كيعمر لابيسين يشري الضوء، شحال من واحد في المغرب كيعمر لابيسين؟ ولكن راه واحد 60% قال بان ما غاتزادش عليهم. لذلك 60% من المواطنين اللي تيستهلكوا واحد. ففي الوقت اللي كنتذكروا على الاصلاح كنتذكروا على الاصل السياسي، واش فعلا عندنا اراده سياسيه وعندنا خطاب سياسي مسعف، اما خطاب سياسي معرقل لكل اصلاح. اليوم خص المسؤوليه ديال الحكومه تكون واضحه وتكون مسؤوليه قويه ومسؤوليه، وتكون عند خاصه السيد رئيس الحكومه يكون رجل دوله بامتياز وهو لجميع المغاربه ورئيس حكومه جميع المغاربه، ويكون عنده هذا الخطاب وهذا التوجه، لا ان يكون حزبيا ضيقا يواجه في كل محطات الحياه الاحزاب والنقابة. لذلك ملي كنتذكروا على المرسوم قانون ونقولوا التمديد الاحتفاظ برجال التربيه والتكوين، هذا يفضح واقع التربيه والتكوين في بلادنا.
نقص التصورات، نقص البرامج، نقص العنصر البشري، وعدم الاهتمام وعدم اهتمام بالإنسان المغربي. ملي هذا الطفل المغربي ما كان هيئ له حتى الأستاذ وكنجيب حلول ترقيعية، حلول ترقيعية بموجب نظام السخرة، بموجب نظام السخرة أقول اللي كان في واحد العهد قديم، هذا غير مقبول إطلاقا. لذلك فالإصلاح، الإصلاح اليوم في أنظمة التقاعد مطروح، لأنه الإشكال كنعيشوه كمغاربة، كل واحد في جزيرته. الصندوق المغربي للتقاعد في شكل، النظام الجامعي لمن حرواتي بالتقاعد في شكل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شكل، الصندوق المهني المغربي للتقاعد في شكل، وكل واحد واش كيعطي؟ واحد ينتج الفقر، واحد ينتج العوز. واليوم كنتذكروا على النظام الجماعي لمن حرواتي بالتقاعد، وكنتذكروا على الاصلاح، وهو مازال باقي ما كيخرجوش منه المتقاعدين. مازال يلا غادي يبداو يخرجوا منه المتقاعدين، وحنا ديجا كنتذكروا على الازمه ونتذكروا على. لذلك الا ما كانتش مقاربه شموليه، والمدخل هو كما قلت ان نكون فعلا رجال سياسه في مستوى رجال دوله سياسة. المساله الثانيه، البوابه الحقيقيه للاصلاح والتشاور والاشراك هو الحوار الاجتماعي المؤسس كما تم الاتفاق عليه في عهد الحكومات السابقه واللي شاركوا فيها الاخوان، وهو دورتين في السنه، ونطرحوا القضايا الاساسيه ديال الشغيله وديال الطبقه، ونحميو الطبقه الوسطى، لان الاجراءات كلها اللي اتخذتها الحكومه سواء ضريبيه او زياده في الاسعار او زياده التقاعد هي كتهلك الطبقه الوسطى، لان اعتقد انها مستهدفه سياسيا، مستهدفه سياسيا، لانها تفكر ويخشى بعض السياسيين من تفكير الطبقه الوسطى خوفا على مستقبلهم السياسي. سمحنا سي انس، غادي نديروا خلاصه، نبداو بالسيد الوزير، واخا غادي ناخذ لك حقك من الكلام، غنعطيك انت دقيقتين لان ما تكلمتيش. تفضل السيد الوزير. اولا الحاله ديال الاجور اللي قلت، حنا ما عطينا اجور لحد، أجور عطاوه الحكومات السابقة. ما كنتوا فيها السيد الوزير. يا بلاتي. أولا، ثانيا ما يمكنش حنايا نجيو بواحد جرة قلم نصحوا هنا وهنا وهنا. الحوار مع النقابات في مخص الإصلاح، كانت اللجنة الوطنية ديال الإصلاح أنظمة التقاعد من 2003 من 2004، ولكن من 2007 ما تجمعات. هذه الحكومة هي اللي جمعتها، وعية بضرورة النقاش والحوار والتشاور. النقطة الثانية، الاقتراحات اللي تنعملوا الآن باش يعرف الرأي العام اشنو مقدمين، الحفاظ على المكتسبات. المتقاعدون الحاليون ليسوا معنيون بمشروع الإصلاح، وحتى المنخرطون الحاليون الذين لا زالوا ناشطون ليسوا معنيون بالإصلاح حتى دخول الإصلاح. ما تم حتى تاريخ الإصلاح فهو حق مكتسب، هذا شيء واضح. النقطة الثانية، سنعمد إلى نهج سياسة تدريجية في الإصلاح. ما يمكنش نجيو الإصلاح ونديروه ضربة واحدة، فبالطبع غادي نقسموه على عدة سنوات، سواء في المساهمة سواء في السن كذلك إلى آخره، وبالطبع هذا الشيء غادي نعقبوا ثاني نفتحوا فيه حوار إلى آخره. المساهمة ديال الدولة فهاد التصورات اللي وضعنا عند المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها مساهمة ديال الدولة ب 40 مليار، فخصنا توازنات. إلا زدنا أكثر خصنا ملي غنجيبوا هاد 40 مليار، إلا كان السيد المحترم يقول لك اودي زيدوها في الضرائب على المواطنين الاخرين، انا سوف لن اتفق معه. الا قال لك ديروها على حساب استثمارات اخرى، لن اتفق معه. الا قال لك ديروها على حساب التزامات اخرى ديال الدوله، لن اتفق معه. انا ما قلتش على مشاريع اخرى، لن اتفق معه. لان ملي كتقول لي خاص الدوله تحمل، انا متفق معاك، غادي تحمل وغادي نتقاسموا، لان الاصلاح لابد من يضحي فيه الجميع، يضحي فيه الجميع وبذكاء وبتعاون وبتآزر وبتضامن. حنا دولة ديال التضامن وديال التعاون وديال التآلف. وثانيا هذا النظام ديال المعاشات مبني على هذا الأساس، على التضامن والتآزر وتقاسم الأعباء والأرباح كذلك. ما يمكنش اليوم نستمروا في هذا الوضع، وأجيال اللي اشتغلت
وفرات الاجيال، تجي اجيال اخرى ما تلقى شيء. هذا غير معقول. وتنبقى في ختام هذا الحوار اللي كنتمنى ان الرسائل تكون بلغت، لا يمكن الاصلاح ان يتم الا بتعاون الجميع ومساهمه الجميع وتفهم الجميع وتضحيه الجميع، الوزراء والدوله. والحوار كما قلتم هو البوابه لانتاج تشريع واصلاح يكون في المستوى ديال التحديات ديالنا. وشكرا. أنس بسرعه، كاين واحد الخطاب اللي ما يمكنش نخليه همر لما كنتكلموا على انه النفس ديال الحكومه في محاربه الفساد مجمد. انا كنقول بانه هذا ماشي صحيح. مئات ديال قضايا الفساد تحال على القضاء، الله يجيب هي الموارد البشريه الكافيه لكي تباشرها. المساله ديال التهريب الضريبي 10 مليار ديال الدرهم وهو رقم قياسي، شحال عندنا في المداخل العاديه كاع 280 مليار، هذه 10 مليار في التحصيل ديال الضرائب اللي ما تمش يعني التصريح بها. المساله ديال التشغيل وهي الحكومه، وحنا في الاغلبيه طرحنا جينا بالمساله ديال محاربه ديال الاستغلال المفرط لبرامج الدعم للتشغيل، وجبنا باقتراح في القانون الماليه باش نوضعوا سقف للتوظيف خاصه في القطاع ديال الخدمات في البنوك وفي التامينات. الحكومه قالت لنا بانها غتجيب اقتراح باش ما يكونش الاستغلال المفرط في المساله هذه، فهذه حكومه تتجاوب. انا اريد ان اختم بشيء ما ذكرتوش في هذا البرنامج مهم وكيهم المواطن وكيتسائل عليه، هو التوظيف ديال الاموال ديال التقاعد. هناك نقاش مغلوط تقول بان اموال ما عرفتش فين كتمشي، هناك فساد، هناك كذا. هذا التوظيف ديال الاموال راه مقنن مقنن فعلا. اليوم يمكن نقولوا بان بعض الصناديق يعني التعويض ديال الاموال ديالها، مثلا السي ان اس اس اللي القانون كيفرض علينا تحطو على مستوى صندوق الاداعه والتدبير، اللي هي مبادره يعني هي اجراء اساسي لانه اذاعه مضمون، وصندوق الاداعه والتدبير مؤسسه وطنيه محترمه. هنا كاين نقاش، والحكومه اعتقد ان الحكومه مدعوه على انها تشوف كيفاش يمكن لها تحسن من المدخول ديال هذه الودائع وتحسين شروط التعويض باش يمكن توصل للمستوى ديال السيمير. اما السيمير فهو النسب كتوصل حتى 6-7% سنويا، يمكن كذلك تحسن، ولكن ما خصناش نقولوا بانه فين كيمشي هذه الاموال، راه هناك يعني تدبير محكم ومقنن لهذه الاموال. شكرا. اسمح لنا تكرر صداع عليك. اعتقد انه كاحزاب وطنيه ديمقراطيه وكمركزيات نقابيه تنتمي للصف الوطني الديمقراطي، اننا وفاء لتاريخنا وفاء لمرجعيتنا الفكريه ومرجعيتنا بصفه عامه، والعمل اللي دار في المغرب منذ حكومه التناوب التوافقي، والاوراش اللي تفتحت منذ حكومه التناوب التوافقي، لدليل على ان الاراده السياسيه ديال الاحزاب الوطنيه قادره اليوم على ان تعطي المقترحات وتعطي البدائل. وحنا ماشي ضد لا حكومه ولا ضد شي واحد، ولكن نحن مع العمل المسؤول، مع العمل الجاد، مع الإصلاح الواقعي، ولكن ليس مع الشعارات والخطابات. لذلك بعجالة، لذلك أنا أتمنى فعلا الكلام ديال اللي كيقول السيد الوزير أن المدخل قال هو الحوار الاجتماعي، فأنا أتمنى أن يكون هذا الكلام فعلا مترجما في القريب العاجل باش نتجاوزوا الإشكالات الاجتماعية، ولكن أعتقد أن هناك إشكالات سياسية من الصعب تجاوزها. نعم. شكرا. في الختام لابد ان اؤكد ان ملف التقاعد كباقي الملفات الكبرى هو ملف مجتمعي، وبالتالي ليس مساله وقتيه او سياسيه طارئه، ولهذا يجب التعامل معه ككل الملفات الكبرى بروح التوافق والتفاوض الجماعي. لهذا اقترح الاخ الامين العام في الاجتماع الاخير للجنه الوطنيه بان ننشئ لجنة عليا للتوجيه فيما يخص التقاعد، حتى نخرج حتى اللجنة الوطنية كما قيل سابقا تخضع للإرادة رئيسها اللي هو رئيس الحكومة حاليا أو الوزير الأول سابقا، وبالتالي فعلا جمدت في فترة من الفترات. لهذا نحن نقترح حتى لا تخضع مسألة التقاعد للمزايدات السياسية وللمراحل الانتخابية أن تنشأ لجنة عليا للتوجيه، وبالتالي تشرف على هذا الملف من بدايته إلى إنهائه، وأن تضع أهداف اللي خرجنا بها في اللجنة الوطنية وفي اللجنة التقنية
أي توسيع التغطية الاجتماعية لنصل إلى 11 مليون كهدف، طبيعة الحال ماشي سنة أو سنتين بل ورش مفتوح، وضمن تعميم هذه الحماية الاجتماعية وفق رؤية القطبين، القطب العمومي والقطب الخاص، ننجز الإصلاحات المقياسية على مراحل وبالتدرج وضمن رؤية واضحة، ونحن منخرطون في هذا الشكر. شكرا لكم السيد الوزير. ربما هذا المقترح ديال اختصارا باش اولا جميع الآليات التي تؤسس لنبني مؤسسات حقيقية ولي يعني لكي نجد حلولا لهذه المعضلات، هنا مرحبا بك. الآن على مستوى وزارة المالية هناك إحداث وكالة للتقنين ومراقبة صناديق التقاعد حديثة باش تراعي وتراقب وتوظف. بزاف الناس كما قال الأخ تقولوا الحكامة من بين الأسباب اللي أدت إلى كان فعلا سوء التدبير ديال هذه الصناديق. علاش هذه الحكومات اللي كانت ما بادرت شيء لمحاكمة هاد الناس هادو؟ كاين نقطة ثانية، تيقولوا أن الدولة ما ساهمات وما أداتش الواجب ديالها. حتى 1970 ما كان شيء القانون واضح باش تأدي، وحتى لو أداته لا درنا الحساب. إلى جانب 11 مليار اللي أدات كان عليها تأدي 4 مليار. ولو هذا الأمر هذا فلن يمكن من الخروج من الأزمة. شكرا السيد الوزير. فاللي كنتمنى والله ان الحوار يسود ونتعاونوا جميع وبذكاء، لان هادو المتقاعدين ديالنا والابناء ديالنا والاجيال ديالنا وهي البلاد ديالنا، نتعاونوا وما نزيدوش على بعضياتنا بالسياسه. شكرا لكم، شكرا للحضور الكريم، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم، ولقاء الاسبوع القادم بحول الله.